صراحة سافر شق، وصراحة كنشكرو جمهور الرجاوي على الاستقبال، ولحد الآن كاين جو أخوي ما بين الجمهورين، وكنتمناو تنتهي تن آخر لحظة، وإن شاء الله غنتصروا على الرجاء وخا 2-0 غنتصروا. مرحبا بجمهور طنجة في كازا، مرحبا بهم. نشكركم بزاف على هذه المقابله، وكنتمناو نكونوا دائما مع بعض ياسنا مزيانين، وهذا الماتش يجوز احسن ما يرام. يعني سواء نجحنا ولا ما نجحناش دائما ديبلاسي تسيحه ديما تسيحه. قمنا بمقابلة كبيرة، الحظ ما كانش من الجانب ديالنا، تلقينا جوج الأهداف في الشوط الأول باغتونا، يعني بعثوا لنا بعض الأوراق لا سيما في الشوط الأول، ولكن الحمد لله كان الأداء واخا ما كانت النتيجة استطعنا نسجل جوج الأهداف. كنتمنى إن شاء الله يعني لا خوف على الفريق الرجاء البيضاوي، يعني من المقابلة ديال نهضة بركان والمستوى ديال الفريق كيتحسن، كنتمنى إن شاء الله أننا تكون نتائج باش أننا نكملوا في هذا المسار هذا وننافسوا على البطولة في الشهر الثاني إن شاء الله. المباراة كانت في الفرجة، طنجة عندهم فرقة كبيرة، الحمد لله جاوا الملعب لعبوا الكرة، فريق الرجاء حتى هو اليوم كما شفت في الشوط الثاني قدم شوط ثاني جميل، الحمد لله حنا هذا الشيء اللي بغينا في الفرق الوطنية، يكونوا المقابلة تكون جميلة وتكون فيهم الريتم، الحمد لله تنشكر الجمهور اللي جا ساندنا. والنتيجة رجعنا بعد كنا خاسرين بجوج زيرو باش ترجع بجوج زيرو وتعادل وكنا نفوزوا، وتاتحاد طنجة كان يفوز، والحمد لله تنشكر اللاعبين على القتالية. هناك فترة ديال الراحة ويكون استعدادات ديال اللاعبين، تنتمنى إن شاء الله باش تمر في ظروف جيدة. فكان عندنا طموح على أساس نحققوا ثلاثة النقاط، كنا عارفين بأنه ما غاديش نلقاو الرجاء في وضعية أسوأ من هذه، لازم على أننا نستغلوا الفرصة. الحمد لله قدمنا مباراة في المستوى، تمكننا نسجل جوج الأهداف، كنظن بان ضربه الجزاء اللي جات فهي رجعت الفريق وخلات عنده امل باش يرجع في التعادل، شيء اللي تاتالي في الشوط الثاني. كنظن بان كان من الممكن على اننا نفوزوا بثلاث نقاط، ما تاتاش لينا حتى نقطه، كتبقى نتيجه ايجابيه بالنسبه لنا.